السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المفروض مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده هنتفق على المنهجيه اللي هنمشي بيها في شرح كتاب او مذاكره كتاب NLP وذ بايثون اللي هو معالجه اللغات الطبيعيه باستخدام لغه البرمجه بايثون عايزين نتفق مع بعض على شويه حاجات علشان نحصل ان شاء الله اكبر استفاده من الشرح الشرح ده موجه لمين موجه لاي مبتدئ في المجال اي حد يعرف معلومات عن المجال لكن ما طبقش قبل كده بايده خالص ما حطش ايده في اكواد كتبها لأي حد لغوي بالاساس طبعا عنده خلفيه قويه في اللغه العربيه ونفسه يطبق معالجه اللغات الطبيعيه على اللغه العربيه الاساليب بتاعتها ولكن بيواجه عقبات زي الاساسيات الرياضيه والبرمجيه اللغه الانجليزيه في بعض الاحيان فالشرح هيكون ممل لاي حد عنده خلفيه في الحاجات دي بمعنى ايه ان احنا ان شاء الله هنمشي في الكتاب كلمه كلمه الكتاب مجاني موجود على النت هنشرحه مع بعض باذن الله كلمه كلمه واي حاجه صعبه في اللغه نشرحها اي حاجه في الاساسيات الرياضيه ممكن نرجع لها من الاول زي هي الفانكشن وهنبدا في بايثون من الاول خالص فده علشان يكون اول نقطه واضحه ان اي حد عنده خلفيه ممكن يزهق من الشرح ده ممكن يكون مضجر بالنسبه له الحاجه الثانيه اننا في شرح الكتاب اثناء شرح الكتاب مش هنطبق على اللغه العربيه الكتاب بالانجليزيه والعلم ده بالانجليزيه والتطبيق على اللغه الانجليزيه فده اللي احنا هنلتزم بيه لغايه باذن الله ربنا ونخلص الكتاب التطبيق على اللغه العربيه الواحد المفروض يفهم الاسلوب بعد كده يروح يطبقه على اللغه العربيه وفي كتير على اليوتيوب بيطبقوا على العربي فيقدر الواحد عن طريق البحث يعني يوصل لناس بتطبق على العربي ويقدر هو يعمل تمارين من من افكاره لان التطبيقات مختلفه جدا الحاجه الثالثه ان المجال ده سريع سريع ويتقدم بسرعه جدا ومن وجهه نظري وانا مش مختص من وجهه نظري القراءه لا مفر منها لا مفر منها ان الواحد يبقى يعني كثير الاطلاع وبيقرا كتير وبيدور في كتب ويشوف فيديوهات وما الى ذلك علشان يعرف يواكب ويقدر يوصل لنتيجه عمليه قويه ان شاء الله طيب اثناء شرح الكتاب في كتاب حلو قوي بيدي نظره شامله للمجال لاي حد ما عندوش اي فكره عن المجال خالص اسمه مقدمه في حوسبة اللغه العربيه اللينك بتاعه هيكون موجود ان شاء الله الكتاب ده بتاع مركز الملك عبد الله لخدمه اللغه العربيه واللي شغالين فيه ناس اللي كتبوه اسف ناس اقوياء سواء من خلفيات هندسيه او لغويه وبيدي نظره شامله على المجال بشويه تفصيل فانا بنصح بالكتاب ده وبشده الكتاب الثاني اسمه كتاب البرمجه بلغه بايثون ده كتاب مترجم عاملاه اكاديميه حاسوب والكتاب قوي جدا وطبعا طالما هنمشي في حاجة في مجال عملي زي معالجة اللغة الطبيعية برضه تقريبا ما فيش مفر من الواحد يلطخ ايده باستخدام الاكواد ويجرب ويطلع له ايرور وما يعرفش يعمله فيرجع في تاني يشوف له حل وهكذا فالكتاب ده بيدي نظرة شاملة برضو على بايثون علشان حتى لو انت مش هتطبق بايدك لو انت لغوي مش هتطبق بايدك لازم تبقى فاهم الشخص الحاسوبي او اللي عنده اللي جاي من خلفية برمجية بيفكر ازاي وبيتعامل ازاي مع الحاسوب ما يبقاش الموضوع بالنسبة لك مبهم بالكامل الحاجة بس اللي عايز انوه عليها ضروري جدا ان دلوقتي الكتاب ده حاطط المصطلحات بالانجليزية زي مثلا كلمة strings مترجمة لكلمة سلاسل نصية ده حلو ده حلو جدا ان الواحد يعرف معناها بالعربي لكن اللي ناوي يكمل في المجال لازم يبقى عارف كويس قوي الكلام بالانجليزي ليه لان الحاجات المترجمه عندنا قليله ولو مش قليله فهي بطيئه بتطلع الكتب ونسخ بايثون الجديده بالانجلش كتير فلازم يكون الواحد عارف المعنى الانجليزي بتاع الكلمه ما يعتمدش على السلاسل النصيه والقوائم والاقواس المعقوفه وهكذا لا يعرف معنى كلمه سترينجز وليستس وسكوير براكت وبارنتيسيز والكلام ده كله عشان بعد كده لما يحب يتقدم هو هيدور على كتب تانية مش هيلاقي فيها المصطلحات دي بالعربي هيلاقيها بالانجليزي فيكون في اسرع اثناء ما احنا بن بنذاكر الكتاب مع بعض ان شاء الله هيكون في تطبيقات عمليه هو الكتاب بيشرحها بيبدا في الاول يقول ازاي الناس تنزل بايثون سواء بيستخدم لينكس او ماك او ويندوز فانا شايف كخطوة مبدئيه علشان نبدا نطلع نتيجه مع بعض هو اننا نستخدم جوجل كولاب او جوبيتر نوت بوك وهحط برضو اللينك بتاعه لو حد ما يعرفش ايه ده مجرد بحث صغير قوي على يوتيوب هيوصل لايه ده وبيستخدم فيه وهكذا نيجي للكتاب نفسه ده اللينك بتاع الكتاب ان ال سلاش بوك اللينك بتاعه برضو هحطه الكتاب مكتوب بطريقه نصيه على النت مش موجود بي اف فعندنا مثلا المقدمه مكتوبه بالانجليزيه دي المفروض هنذاكرها مع بعض او اثناء الشرح يبقى حد بيقرا من الكتاب وعندنا مثلا حاجه زي الفصل الاول باين فيه الاكواد فين وطريقه الشرح وكده فيقدر حد اي حد اثناء ما هو بيسمع او بيتفرج يفتح الكتاب ده من على الكمبيوتر او من على الموبايل او يطبعه في ورق ويذاكر فيه وياخد ملاحظاته وهكذا ولكن من طرفنا ان شاء الله مع كل شرح جديد او كل جزئيه هنشرحها فلنفترض مثلا هنبدا باول عشر صفحات هيكون في فايل بي دي الفايل ده انا واخد نسخه من الكتاب وحاطط بعض الكلمات العربيه لحاجات مش مفهومه لانه زي ما اتفقنا في الاول هيبقى في اي اي مصطلحات انجليزيه صعبه او مبهمه شويه فلنفترض كلمه period اللي هي معناها مده زمنيه هنا مثلا بيشار ليها على انها نقطه نقطه في الكود اللي هي الدوت فهيبقى في فايل التنسيق بتاعه مش افضل حاجه والخط بتاعه معقول شويه ولكن هو ده اللي هعتمد عليه في الشرح وهبقى باشير لحاجات معينه الشرح هيكون صوتي اغلبه ولو في حاجه محتاجه فيديو هبقى بقول عليها يعني هعملها في, في شكل فيديو وكل فقره هيكون ليها رقم علشان اثناء الشرح الصوتي اقول احنا دلوقتي في الفقره رقم 8 الفقره رقم 13 او الكود رقم 13 ونبدا بعد كده نمشي في الكتاب مع بعض ان شاء الله هيكون في ان شاء الله مجال للاسئله والحاجه الثانيه او الاخيره بمعنى صح اي كلمه هيكون عليها الهايلايت الاخضر ده يعني مظلله باللون الاخضر دي كلمه موجوده في المعجم بتاعنا ايه هو المعجم لو حد دخل على الموقع بتاعنا هيلاقي كلمات محطوطه الكلمات دي اللي طلعناها اثناء الشرح يعني مثلا واحنا بنذاكر مع بعض لقينا كلمه algorithms Algorithms دي اللي هي مقصود بيها خوارزميات ف لو حد نسيها يقدر يدخل على الموقع او طبعا هيلاقي مصادر كتيره جدا بتشرحها ولكن احنا عايزين ننسقها بشكل ابجدي عندنا فمثلا كلمه algorithms معروف ان هي تبع سياق الماشين ليرنينج مثلا ومرتبط بيها كلمتين او متعلقه بكلمتين اللي هي فلوت شارت مثلا او ماشين ليرنينج فلو دخلت على algorithms هتلاقي الشرح بتاعها قد يكون كتابي قد يكون في فيديو حد بيشرحه افضل مني على يوتيوب قد يكون في الشرح صوتي بيودي مثلا على لينك ساوند كلاود المهم يكون عندنا ارشيف للكلمات اللي قابلناها اثناء الشرح وتكون بالابجديه فنقدر بعد كده ندور على كلمه كلمه او نقدر نبحث عنها في الموقع طيب علشان نبدا مع بعض الكتاب لازم 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 نقرا المقدمه ولازم الواحد يصبر شويه على المجال ده لان هو صعب وقد يكون تقيل في بعض الاحيان لكن في اخره ان شاء الله مثمر فالكتاب اللي هنبدا بيه اللي هو ان ال ان العنوان هنا مكتوب غلط عندنا المقدمه المقدمه دي فيها بعض السكشنز اللي بتقول الكتاب ده موجه لمين ومقصود بيه ايه وعملي ولا مش عملي وصاحب الكتاب او المؤلفين بتوع الكتاب من خلفيه لغويه ولا من خلفيه حاسوبيه وهنتعلم ايه والكتاب فيه مثلا جدول في في المقدمه بيقول خطه للواحد ازاي يدرس الكتاب سواء عايز يدرسه من جانب الجانب مثلا العلمي او الجانب الجانب بتاع الانسانيات شويه ويبدا بيقول شابترز نمشي فيها ازاي مع بعض فانا هحط اللينك بتاع المقدمه انا تقريبا مش سايب كلمه صعبه الا لما اكون حاططها زي ما هو في الاول بيشرح ايه الفرق بين الكلام البشر والكلام الاصطناعي الاي اي مثلا اللغات الاصطناعيه واللغات البشريه وهكذا فيفضل قبل ما نبدا مع بعض في شرح الجزء الاول اللي هو هينزل دلوقتي على طول ان شاء الله يكون الناس قرات المقدمه المقدمه سريعه وبسيطه لكن بتدي فكره جيده احنا داخلين الكتاب ده دا نعمل ايه داخلين آه نقراه ازاي هعتمد ان شاء الله على التليجرام لان عايز اخرج من اليوتيوب باي طريقه اليوتيوب موقع مشتت ومزعج ومليان اعلانات مش عارف اوقفها ومليان فيديوهات ريليتد في الجنب فالواحد بيتشتت وانا اصلا ضد ان حد يفضل قاعد قدام شاشه بيتفرج عليها يفضل الكتاب يكون في ايد الواحد بيسمع شرح اذا احتاج ويا ريت يا ريت الواحد يقرا قبل ما نبدا مع بعض الشرح، يعني الملف ده انزله، حاول تقراه مع نفسك حتى لو واجهت فيه صعوبات اقراه قراءة سريعة جدا، ما توقفش مع أي حاجة مش فاهمها، وباذن الله في الشرح هنشرح كل كلمة موجودة حتى أدق التفاصيل بإذن الله نشرحها، مع الوقت الكلمات المترجمة بالعربي هتقل، لأن هتكون الحصيلة اللغوية الإنجليزية عندنا كترت، ونقدر بعد كده نتعمق أكتر في الشرح إن شاء الله وندخل في كتب تانية.